ازيكم عاملين ايه النهارده؟ هكلمكم على السيرم بتاع الريتينول بتاع سيليد، فيلا بينا. انا كنت مشتريه من فتره كبيره وكنت كل الفتره ديت بجربه. السيرامات بتاعه الريتينول مهم جدا ان احنا ندخلها من بعد سن ال 25، لان الريتينول من اهم الحاجات اللي بتعمل وقايه من الخطوط والتجاعيد، فلازم ان احنا ندخلها من بعد سن ال 25 في الروتين بتاع البشره. بالنسبه للسيرم بتاع الريتينول بتاع سيليد دوت اللي هو ده شكله، موجود فيه ريتينول وموجود فيه هيالورونات الصوديوم اللي هي الجزيئات الصغيره بتاعه الهيالورونيك، موجود فيه برضو جلايكوليك اسيد، وموجود فيه برضو نياسيناميد اللي هو بيعمل على توازن الافراز الدهون بتاعه البشره. طيب دوت بالنسبه لبعض المكونات اللي موجوده في السيرم ده، بيجي بالشكل ده وبيكون بقطاره كده. ده شكل السيرم من جوه، انا اصلا مخلصاه، هي بس الجزئيه الاخيره ديت اخر حبه سبتها لكم بس عشان اوريكم القوام بتاعه من جوه. بالنسبه للقوام بتاعه، هو بيكون اللون دوت بتاعه من جوه دوت لما بيتوزع على البشره، هو لما بيتحط على البشره وبيتوزع البشره بتتشربه خالص، ما بيسيبش اي اثر دهني على البشره. ده بالنسبه لقوام السيرم والامتصاص بتاعه. بالنسبه للريتينول دوت، ده لطيف جدا على البشره، النسبه بتاعته مش عاليه قوي لان في انواع ريتينول بيكون النسبه بتاعتها عاليه قوي فبتكون حاميه على البشره. لا، الريتينول ده كان لطيف جدا على بشرتي، ما عمليش لاي تهيج ولا اي مشاكل في بشرتي. تجربتي ورايي مع السيرم ده كان كويس جدا معايا، من احلى انواع سيرامات الريتينول اللي استخدمتها. زي ما قلت لكم هو كان لطيف جدا على بشرتي، لما بحطه بالليل وبصحى اغسله الصبح، لا بحس بشرتي فيها نضاره، فيها لمعه، وفي نفس الوقت بحس ان بشرتي نفسها مشدوده، فبصراحه نتيجته كانت كويسه جدا مع بشرتي، في نفس الوقت بيحسن جدا من ملمس الجلد، بصراحه كنتيجه عجبني جدا. برضو اميره استخدمته معايا كان كويس جدا مع بشرتها، كنت ملاحظه تحسن جدا في الملمس بتاع بشرتها، برضو قالت لي نفس النتائج اللي انا حسيت بيها، قالت لي برضو اداني نضاره وبحس ان بشرتي مشدوده، في نفس الوقت كنت ملاحظه ببشرتها لمعه كده حلوه قوي اللي هي اللمعه الصحيه بتاعت البشره، يعني هي كمان في الفتره اللي هي كانت بتستخدموا فيها انا كنت ملاحظه اصلا التحسن على بشرتها، وكمان بيدي اشراقه حلوه جدا للبشره. بالنسبه بقى لطريقه استخدامه، انا بحطه بالليل، بحطه بعده الكريم المرطب، لازم ترطبي كويس جدا بعد الريتينول. تاني يوم الصبح بغسله، ولو نازله في الشمس لازم تحطي صن بلوك. ده بالنسبه لطريقه الاستخدام بتاعت الريتينول. وطبعا لو لسه مبتدئه في استخدام الريتينول واول مره تستخدمي ريتينول، لازم تستخدميه الاول بالتدريج، ما تستخدموهوش كل يوم، بالتدريج الاول لحد ما بشرتك تتعود عليه، وبعد كده بتزودي بقى عدد الايام. انا عشان كنت استخدمه انواع ريتينول قبل كده فبستخدمه عادي كل يوم، وطبعا استخدام الريتينول اصلا مع الوقت بيحافظ على بشرتك ان ما يظهر لهاش اي خطوط او اي تجاعيد مبكره. ده بالنسبه لرايي وتجربتي مع السيرم بتاع سيليت اللي هو بتاع الريتينول، عجبني جدا صراحه، ممتاز. بس كده، ده كان رايي النهارده وتجربتي مع السيرم بتاع سيليت. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنعمله انا واميره. مع السلامه.